رأيي بمنتهى الأمانة يعني. كابتن أيمن هروح معاك لفقرة سريعة، هسألك عن بعض الرموز وبعض لعيبة الكورة في سريعا جدا، تقولي لايك وديسلايك. عصام الحضري لايك طبعا، ده حاجة مش طبيعية. عصام الحضري أسطورة حية. هكتور كوبر خدنا الفوق ورجعنا لتحت، أحلام اتحولت لكابوس معاه. كينو طعم تاني في الدوري المصري، لايك طبعا. سيرجي راموس. راموس كنا بنحبك. مورينيو على حقيقتك دلوقتي. باسم مرسي في مشكلة أعتقد، يبحث عن باسم مرسي. هيرجع؟ بإيده أو برجله أو بمخه. لسه في الملعب. شيكابالا. نفتقدك حبيبي، جين من جينات الزمالك، جين بيور. وليد سليمان نجم الموسم، بطل الموسم في الدوري المصري، تحدي بطولة غير عادية، لاعب محترم. أخيرا وليد أزارو لعيب مميز بصراحة، لكن أخطأ في حق نفسه وفي حق نادي الأهلي ولا لا؟ الأجواء خلته يعمل كده. الأجواء في مصر متوترة زيادة عن اللزوم، الناس في مصر للأسف ما بيفهموش في الكرة غير معنى واحد، إنك تكسب وتفوز، مش فاهمين إن حقيقة الكرة الهزيمة قبل الفوز، إزاي تتعامل مع الاتنين. وليد أزارو ظلم نفسه، لكن لعيب كويس قوي. مين أحسن حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية؟ في تاريخ الكرة المصرية أعتقد أنا اللي شفته في الملاعب شوبير كان رائع، وفي العصر الحالي الحضري، لكن ولا تقدري تنكري إكرامي، ولا تقدري تنكري ثابت البطل الله يرحمه، ولا تقدري تنكري عادل المأمور. كل دول عبقرة حرسوا مرمى مصر. كل جنريشن أو كل 10 سنين أو كل 20 سنة ليها البطل بتاعها، ما تقدريش تختصري مصر في بطل واحد. مارادونا ولا بيليه؟ مارادونا وقع من فوق، بليه اتعمل من هنا. مارادونا صنع خيال لعبة الكرة بتوع دلوقتي. مارادونا هو اللي عمل خيال ميسي. مارادونا صنع الفرق ما بين الحلم والواقع. هو عمل الحلم، هو عمل ازاي ترقصي فرقة كلها، هو عمل ازاي تشوتي كورنر تجيب جول، هو عمل كل المستحيلات حولها لواقع سهل. بليه طعم الجميل للكوره، ازاي تتمرني كويس، ازاي تفكري كويس، ازاي تشتغلي مع فرقه جارينشيا مش عارف مين لعيبه كويس، ازاي تعملي فرقه، ازاي تكسبي بيهم. لكن مارادونا ممكن من غير فرقه اكسب بيهم.